دائما اسم بوذياف الى اليوم مازال يعني لسيق باسمك باسم علي هارون. كل ما يذكر بوذياف خاصه في المجلس الاعلى للدوله يذكر علي هارون. نعم. لكن انت ما تكلمتش استاذ علي هارون، ما تكلمتش، ما عطيتش شهاداتك، ما عطيتش رايك، ما عطيتش سبب، لانه تتقول لي الناس يبحثوا عن شكون اللي قتل بوذياف. من الطبيعي انهم يبحثوا شكون اللي قتل بوذياف، ومن الطبيعي انه يبقى هذا السؤال دائما يتبادر، لانه طبيعي. لم تكن هناك الاجابات المقنعه. شوف نقول بكل صراحه، درك شكون اللي عنده يعني فائده في اغتيال بوذياف؟ شكون؟ الجيش كي قبل اوجا الجيش وخالد نزار وليتا ماجور كله يعني فرحين به، راه عاونهم إعانة كبيرة. علاش ما نفهمش علاش هاد الناس يعني، ولا أي شخص من الجيش اللي عنده حقيقة يعني نفوذ وعنده مسؤولية كبيرة يأخذ هاد الأمر هذا؟ يا لا، أنا أقصد كل الروايات اللي قدمت أستاذ علي هارون، إحنا ما كاش الاتهامات لازم تكون بالأدلة، أنا أقصد الروايات اللي قدمت. تم بعد 15 سنة من مقتل بوذياف ما زال هذا الموضوع دائما يطرح، لأنه حتى السبب ما كاش اللي قال السبب. وشنو السبب اللي كان موجود؟ ربما السبب اللي يخلي جماعة ما مافيا ما لوبي ما يقتل. وراهي لا مافيا هذه اللي قالوا مافيا في بوليتيكو فينانسيير، بنت المافيا كي تقتل في إيطاليا ولا في بلاد أخرى، كي تقتل واحد تبين روحها تقول أنا اللي قتلته باش تخوف الآخرين. وراهي ما بانتش. وشكون هما اللي قتلوا؟ باين بومعرفي هو اللي قتلوا، ورا بومعرفي شكون؟ أنا نقول لك رأيي أنا، بالك أنا غلط رأيي. لا، هذا كتبتها في كتابك بالضبط. تفضل. سبحان الله. شكون اللي شكون اللي ذيك الليلة يعني فتل الطعام ولعب هما واش اسمهم اللي قلت لي لي زانتيغريست هذا؟ شكون اللي فرح بالموت ديالو؟ شكون؟ سبحان الله. شكون اللي قبل شكون الإسلاميين هما اللي فرحوا بموت بوذياف؟ على ما سمعنا هما. على ما سمعت أنا. لا، أنت في كتابك تروي رواية معاكسة. في كتابك تقول أنه مرينا بالأحياء الشعبية مثلا واللي كان مسيطر عليها الفيس، كنا ننتظروا أنهم يقردونا، قلتها موجودة في كتابك. قلت لكن لقيناهم يعني عادي ويبكيوا على بيان سور. ولكن هذا بومعرفي هو لقاو في جيبه رسالة قريتها. هو شي يقول أنا نحكم على أراني يعني الناس اللي حكموا على الشيوخ أنا نقتلهم ولا نخلف الثار فيهم. هذه هي اللي حكموا على الشيوخ، دونك هو يدافع على الشيوخ.